دستور انسحب منه الكل ما عدا طيار واحد، دستور بتكتبه سلطة انفض من حواليها المستشارين عشان بتاخد رأي من جماعة واحدة، سلطة اعتادت على القضاء والقانون، سلطة سايبة الناس بتوعها يحصروا ويرهبوا الناس في الإعلام والقضاء عشان مش مستحملين رأي غير رأيهم. دستور بيضحكوا بيه عليك تاني ويقولوا لك قول نعم عشان ربنا، عشان الشريعة، والشريعة كالعادة ملهاش دعوة، بس برضو هتعدي، هتعدي بنعم. قول نعم، قول نعم عشان الدنيا تمشي. نعم بتريح مش كده؟ نعم حلوة، نعم كيوت، لطيفة، أمورة، نعم بيجيب استقرار، نعم بتودي الجنة زي ما جابت استقرار وودتنا الجنة ونزلت علينا رضا ربنا قبل كده، صح؟ قول نعم، مالها نعم؟ ما يتقالت قبل كده، جابت ايه؟ جابت هم، جابت غم، وجابت معاها نسوانها. دكتور مصر الطلسة وانتوا كلكم نايمين على المخدة، قاعد يلعبك ويحاولك في كل مادة، وبعديها يقول لنا دستور. قول نعم يا أخي عشان العجلة تدور، واللي مش عاجبه في 60 دهنة يقول اسمع كلام إخوانك وخليك أمور. بس أنا بقى ما عدتش شكله من الكلام ده، أنا خلاص مخي طق، أنا هنزل الاستفتاء وبعلو صوتي هقول لأ. قولوا علينا أقلية مفسدين، عملاء ومأمورين، فلول ومسيحيين، ضد الإسلام ومش مسلمين. ماشي يا سيدي، اشتم براحتك وشوه كمان، افرح بحشدك بأغلبيتك وجازيك على البرلمان. ما هي أقليتنا دي اللي بدأت الثورة ديت وصلتكم لفوق، نسيتوا؟ أصل يعني ده ما كانش من زمان. انبسط يا سيدي بدستورك المسلوب، وانسى جازيك ورانا وكلامك معانا بالذوق، وقلبتك السودة علينا مش جديدة عليكم، ولسه منكم يا ما هندوق. ما اللي قبلك كان برضه بيعمل اللي على مزاجه وكله بالصندوق. افرح انت بدستورك واحشد وضلل كمان، افرح بنعم وطلع فينا اللي اتعمل فيك من زمان، اكذب وحور واضحك علينا بالاستقرار والامان. اصل انتوا عارفين قافة بلدنا النسيان، انا بقى مش ناسي، هلف على الناس في كل مكان وهحط ثلاث كلمات على كل لسان، خان، يخون، وكملوا انتوا بقى.